الخبر روى اللي عدنا عن مملكة القصص، وهذا المقطع يا حبايب اتمنى لكم تشوفوه المقطع الكامل، لبي هواية تسريبات مهمة عن الكليب، والطلب الثاني انه وصل المقطع 50,000 لايك، ومتأكد قد. المهم مثل ما تعرفون انه باخر فترة هواية انتشرت اشاعات انه انا نفسي مصطفى ريدر، وحسب تحليلاتكم انه اصواتنا متشابهة شوية، غير اشخاص اللي يقولون انه انا غير يوتيوبر، والاكثر يقولون انه انا طارق الباشا، خاصة انه بالكليب شفت مستخدم سيارته او ممكن تكون غير سيارة، وهالان سافرت لألمانيا عم تصور هذا الفيديو كليب. طبعا هذا المقطع ما راح اوضح اي شيء، بس انتظروا فيديو كليب عم تفهمون كل الفكرة. طبعا الاغنية راح تنزل يوم الجمعة، اما بالنسبة لاي ساعة فطارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وسر به هواية معلومات، راح احطكم رابط مقطع بالوصف عم تعرفون كل شيء. انا فهد صاحب قناة مملكة القصص، ومثل ما تعرفون انه البنية راح اصور وياي بالكليب هي ميا، وهي هم ايضا نزلت شوية مقاطع وسربت معلومات خاصة عني، المقطع بالوصف راح تشوفوه. طبعا انتم متحمسين للكليب، ولكن للاسف يا حبايب صارت ويانا شغلة واللي هي انتصب علينا باللحن، رغم اني دفعت سعره كامل واشتريته، ولكن اكتشفنا انه هذا اللحن مستحيل نقدر نربح عليه باليوتيوب، ولكن رغم هذا يا حبايب الكليب ما راح يتأجل وراح ينزل بنفس التوقيت، وفعليا راح ينزل واحنا خسرانين 100%، ولكن اكيد راح نكسب حبكم لها. بتمنى يا حبايب ان تروحون تشوفون مقطع طارق الباشا على ما تعرفون اي ساعة ينزل الكليب وتفجرونا اياه بالدعم وما تضيعون تعبنا. وطبعا مثل ما تعرفون انه باخر فترة صارت عندي هواية مشاكل ويا يوتيوبر، واكيد هم متوعدين انه حيحذفون الكليب اول ما ينزل، رغم انه شغلي قانوني وما بأي مشكلة، وخلاف التهجمات اللي احنا نتعرض لها اول ما ينزل الكليب، كني واثق انه انتوا وياي واكيد ما راح تقصرون وياي باللايكات والدعم، رغم انهم الصراحة حاولوا يضروني وحذفوا لي الصورة مالتي نزلتها بالانستغرام شابيها موعد الاغنية، فكرت عليها اربع ابلاغات من اربع حسابات كبيرة، وحذفوا لي الصورة رغم هذا نزلتها وجابت تفاعل، فشكرون لكم على الدعم اللي سويتوا لي. ذا سبب من موفلوكس نزل هذا المقطع على قناته، تدخلوا على المقطع وتنزلوا بيع التعليق راح تشوفون كل التعليق مقلوبة بالانجليزي ومكتوب عليه جيش مملكة القصص، وطبعا اكيد جيش نارين بيوتي هم تهجموا عليه، بسبب انه حاولوا يضروني يبلغوا على الصوره مالتي وحذفوها. كثر ما الحين الكليب اكيد راح يتعرض لهواي من الابلاغات وهواي من الهجومات، فاتمنى يا حبايب انه وصلوا مقطع 50,000 لايك عمود، عارف انه انتم راح تخسرون وياي وما راح اخاف من احد، وبنفس الوقت تروحوا تشوفوا المقطع طارق الباشا على مود تعرفون اي ساعه ينزل الكليب وتفجرونا اياه بالدعم والتعليقات، الروابط كلها بالوصف، وشكرا لكم على كل الدعم. كانكم فايزين خدمه القصص، مع السلامه.